المشاهدون الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. اهلا ومرحبا بكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير. تهنئكم اسره قناه الشروق الفضائيه بتاكيد بحلول العيد الاضحى، وتهاني وتبريكات من اسره قناه الشروق الفضائيه بتاكيد مشاهدينا الكرام. ويعني هذا العيد المجيد والمبارك، ونحن في عشيه العيد والقلوب معلقة بالبيقة العتيق بالتأكيد، والحجاج الآن بمزدلفة بعدما شهدوا الركن الأعظم الوقوف بعرفة. بالتأكيد تقبل الله من الطائفين والصائمين، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم بخير. وأعددنا لكم متابعينا الكرام خلال أيام العيد العديد من البرامج المنوعة والشيقة، نتمنى يعني أن تنال رضا كل المشاهدين وكل المتابعين وكل جمهور قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بكم، كل سنة وأنتم طيبين، وسعيدة جدا أن أطيل عليكم عبر هذه الفترة المباشرة من أهلا بالعيد وبصحبة الزميل والأستاذ والصحفي محمد عبد الماجد. أنا بحييك عبر هذه الفترة المباشرة وبقول لك كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا بك منى، وأهلا وسهلا بمشاهدي قناة الشروق، وكل سنة وهم طيبين. ونحن في ليلة مباركة يعني بعد الوقوف بعرفة، نتمنى للحجاج أن حجا مبرورا، وإن شاء الله السودانيين يعودوا إلى أوطانهم سالمين وقانمين ويعني مكللين بالثواب والأجر العظيم إن شاء الله. بالتأكيد احنا بنعيد على كل أفراد الشعب السوداني في كل مكان في السودان، في الفرقان وفي الحلال وفي كل بقعة في هذا البلد الكبير، كل السحنات، كل اللغات، كل اللهجات السودانية. عيد سعيد بالنسبة لهم، وتمنيات بالتأكيد عهد جديد، وإحنا في برمجة مختلفة من خلال أيام العيد، وخارطة بالتأكيد فيها جهد كبير وجهد مقدر. وفي البداية خلونا أرحب ب يعني في هذه المساحة بأستاذنا المكاشفي. أنا بحييك عبر هذه الفترة وبقول لك صباح الخير، وهو المسؤول بالتأكيد عن ترتيب هذه الخارطة، هو وكل الإخوة والطاقم العامل على قناة الشروق. كل سنة وأنت طيب. السلام عليكم أستاذ المكاشفي موسى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير. عليكم السلام، ربنا يخليك يا رب، وعيد سعيد عليك. كل عام وانت بخير الزميلة منى، والتحية عبرك لكل مشاهدي شاشة الشروق على امتداد البث. اهلا ومرحبا بك. واحنا دائما بنقول في جهود مقدره وفي جنود مجهولين، يعني الناس ما بتكون عارفاهم، لكن بصمتهم واضحه من خلال يعني رؤيه ومن خلال اضاءه حول برمجه دائما بتكون هي خاصه للعيد. احنا عبرك دايرين نتعرف على العيد وماذا عن هذه الخارطه البرامجيه للعيد. استاذ مكاشفي سامعني؟ أولا نجدد التهاني والتبريكات باسم قناة الشروق لكل الأمة العربية والإسلامية. أنا بحييك وبقول لك كل سنة وأنت طيب. ونتكلم عن يعني البرامج في العيد، حيكون شكلها كيف، ويعني اختلاف البرامج أيضا والتنوع من خلال أيام العيد. عدت قناة الشروق خارطة برامجية سعت من خلالها إلى محاولة إرضاء التحية لك يا أستاذ مكاشفي. إحنا يعني حابين نسمع رأيك في يعني عمل مهم جدا عبر أيام العيد وعبر هذه البرمجة والتغطية الخاصة والخريطة بالتأكيد اللي هي حتكون تغطي كل الأمزجة السودانية عبر أيام العيد. احنا حنتواصل بالتأكيد عبر أستاذ المكاشفي موسى، يعني وحيورينا أكثر عبر يعني هذه البرامج في أيام العيد بإذن الله تعالى. وسعيدة جدا أن أتواصل معاكم وبرفقتي أحد الضيوف المميزين، واللي هم كمان عندهم إطلالة عبر هذا العيد السعيد. أنا ما حتكلم عن الإطلالة أصلا ولا حنتكلم عن البرنامج، لكن هو حيشاركني في هذه المساحة.
وهنتعرف عليه من خلال أهلا بالعيد الأستاذ الصحفي محمد عبد الماجد. هو من الصحفيين المميزين طبعا، وبدأ في الكتابات الصحفية منذ بداية الألفينات، وعنده باع كبير جدا في الصحف السودانية. الآن هو يكتب في صحيفة الانتباه وفي صحيفة جون، وكذلك كتب عدد من الموضوعات المختلفة السياسية الرياضية والاجتماعية وكذلك الفنية. أهلا ومرحبا بك، كل سنة وأنت طيب. مرة أهلا بك منى، وأهلا بمشاهدي قناة الشروق، وإن شاء الله عيد مبارك على كل الأمة الإسلامية. اهلا بك. احنا كالعاده في العيد، وحال كل المسلمين وكل يعني الناس اللي يعني عندها حب كده لعيد الضحيه، لانه طبعا من الاعياد اللي فيها تقرب كبير جدا لله تعالى، زيه زي عيد رمضان يعني. فحنبدا في العيد بصلاه العيد، وان شاء الله حتنقل من الحرم المكي، وبعدها يعني تنقل صلاه العيد من مسجد القوات المسلحه بالخرطوم. ممكن يعني كثير من السودانيين يكونوا في مسجد القوات المسلحة لأداء صلاة العيد، ويعني يمكن هي بشريات ليوم جميل جدا بيبتدروا بصلاة العيد، ودي عادة كل السودانيين وكل المسلمين في كل أنحاء العالم. ويعني برضو بعد ذاك بتبدأ فترة مهمة جدا عبر صباح العيد، واسمها عيدكم مبارك، والفترة دي بتبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الثانية عشرة منتصف النهار، وهي برضو كوكتيل مختلف ومختارات عديدة. بنحيي فيها الزميل محتز المعيد، وكذلك الزميل حمزة المذيع، ولينا زين العابدين، وحتكون كذلك هنالك معايدات بالهاتف من خلال هذه الفتره. انا افتكر استاذ محمد انه دائما صباحات العيد هي صباحات بتكون خفيفه وايقاع مختلف وفيها مساحه للمعايدات، لانه طبعا دائما المغتربين هم اكثر الناس اللي بيكونوا بعيدين عن الاهل والاحباب. والله طبعا يعني الوسائل الحديثة وإضافة للقنوات يعني ربطت الناس وعكست ما يحدث في السودان، وفي حميمية وشوق بين السودانيين صح. والموجودين بره حتى في الأقاليم، فمن خلال القنوات من خلال قناة الشروق وصباحها بالتأكيد بتكون دي فرصة وسانحة جميلة لهم انه يتواصلوا انه يباركوا العيد، وانه زول لو ما قدر يصل من خلال صوته او من خلال رسالة او من خلال يعني وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي. القنوات برضو اللي بتقدمه من أغاني وتقدم من أشياء عندها ارتباط بالعيد، يعني عندنا نحن أغاني عمونا كثيرة جدا مرتبطة بالعيد، رغم أن الأغاني بتاعت العيد ملانة شجن وحزن، لكن برضو بتعكس جو بتاع فرح وجو بتاع عيد وجو بتاع تواصل. والسودان لهم ارتباطات كبيرة جدا بأغنياتهم وخلدوها، يعني مثلا عندنا عثمان الشفيع عدت يا عيدي بدون زهور، نتمنى انه طبعا صحيح. يعود بالزهور. محمد اللمين ونور الجلال دول كلهم غنوا للعيد، ونتمنى انه في هذا العيد انه يعني الاستقرار نعم. والامن نعم. حنعود بالزهور بالتاكيد مشاهدينا الكرام على ذكر الاغنيات الجميله والالحان الجميله، ولكن في هذه المره مع قطار الزهور. هي مساحه طبعا للاطفال، واطفالنا دائما هم اكبادنا، واحنا من خلال برامج الاطفال دائما بنقدم رسائل لكل يعني الاطفال الموجودين داخل وخارج السودان. حنتابع لمحات من قطار الزهور ونرجع نتواصل مع اهلا بالعيد. خليك معنا. العنوان وين يا سامي؟ الورقة راحت مني، ما لاقيها يا أخي. جايبنا من هناك وتقول لنا الورقة راحت؟ تعال نسأل. نسأل منو؟ هو اسمه مهاب ياسر بابكر، أول زول لاقينا نحن نسأله. اتأخرت وين؟ مشينا لمهاب عيان ورحنا. رحتوا كيف؟ العنوان ما كنا عارفينه. وليه بتتعاملوا مع العنوان كده؟ سامي ضيع العنوان. هو يا سلام في عنوان تاني غير عنوان البيت؟ يا محجوب، كل شيء عنده عنوان، الكتاب عنده عنوان، والجواب عنده عنوان، يعني عنوان بريدي، ترسل رسالة بالبريد، تكتب فيها عنوان المرسل إليه، وتخطه في صندوق البريد. والبريد الإلكتروني يا سلام؟ البريد الإلكتروني هو الإنترنت. صحيح يا سلام؟ طيب نحن ولا عارفين عنوان مهاب البريدي والإنترنت؟ حتى لو عارف العناوين، برضو كنت حتروحوا. ليه يا سلام؟ عشان انتوا ماشيين له في البيت لازم تكونوا عارفين العنوان بالظبط. عقدتيها يا سلام، عقدت لي مخي معاك. Yeah.
رجعنا للتواصل مع كل متابعينا في كل مكان مرة تانية. كل سنة وانتم طيبين وأهلا بالعيد. خارطة برامجية مختلفة على قناة الشروق الفضائية، مستصحبين معنا كل الفئات العمرية، وزي ما تابعنا قطار الزهور مساحة للأطفال يعني من خلال أيام العيد. برضو عندنا واحدة من الأشياء المهمة جدا، أو واحدة من الفترات المهمة جدا، اسمها تواصل. من اسمها يعني هي مساحة تفاعلية عبر أيام العيد الخمسة، ويعني حيكون فيها يعني اختيارات جميلة جدا عبر هذه الفترة، وتفاعلية كذلك عبر الهاتف. وإحنا بنشكر المجهود الكبير من خلال القائمين على هذه الفترة، أستاذة هالة المعدة، أستاذة سميحة، وكذلك أيضا الأستاذ معتز عبر فترة التواصل. أنا تحديدا حكون خلال ثالث أيام العيد وخامس أيام العيد، والأيام الثانية زملاء أحمد ناجي وحمزة وأيضا لينا زين العابدين حيكون معاكم من خلال هذه الفترة. لهم التحية، كل سنة وهم طيبين. والتواصل دائما هو يعني بنقول عليهم مشوار الإلفة بينه وبين المشاهد الكريم، دائما هي مساحات ممكن يعبر فيها المشاهد عن تمنيات وأشواق وحب، وخصوصا إحنا في فترة حنبني فيها عهد جديد لهذا السودان. والله فعلا طبعا في العيد بتنشط حركات التواصل وحركات التوادد والسلام والأمنيات الطيبة للآخرين، وبيكون في أحيان كثيرة أنت ما قادر تصل ناس، بتصلهم من خلال تحية، من خلال هاتف، من خلال رسالة. فدي حاجة يعني اعتدنا عليها حتى من بدري جدا، إنه القنوات السودانية بصورة عامة يعني بتفرد مساحة للتواصل وللتفاعل بينه وبين مشاهديها. نعم. بعد كده أستاذ محمد عندنا ثاني فترة مهمة جدا يعني حتكون على المشاهد الكريم، ومخصصينها للدراما السودانية. التحية لكل عشاق الدراما السودانية، اللي احنا حقيقة افتقدنا الدراما السودانية كثير جدا، ونتمنى ان في الأيام المقبلة وفي السنين الجاية تعود بثوب كله ألق وثوب مختلف، وتسهر مع بدايات العهد الجديد الدراما السودانية، ونصرف عليها يعني عشان يكون عندنا منتوج كويس من الحكاية ومن الدراما. والله طبعا الدراما هي اللي بتعبر عننا، وهي اللي بتقدر تحكيس مشاكلنا وتحكيس يعني همومنا وتحكيس أفراحنا وتحكيس أحزاننا. فما بنحبس طبعا انه الدراما بتكون أجنبية وكده، لأنها دي بتعبر عن ثقافات أخرى. يعني وجود الدراما السودانية هي أقرب للوجدان السوداني، خاصة في زي مناسبة زي مناسبة العيد. نعم، احنا حنتواصل معاكم وحنتابع برضو ملامح من الدراما السودانية، وحنرجع نتواصل عبر أهلا بالعيد. خليكم معنا، يبقى حنتواصل بالتأكيد عبر هذه الفترة وكل المشاهد الدرامية الجميلة للسودان احنا حنتابعها من خلال العيد، وحنشوف اللقطات الجميلة بالتأكيد هي منفذة من خلال أيام العيد السعيد. حتى نشرات الأخبار والموجز هي هتستمر من خلال أيام العيد كالعادة، لأنه طبعا احنا بنحاول نرضي كل المشاهدين. يعني في ناس هم حريصين جدا على متابعة فترة الأخبار بانتظام. قناة الشروق هي أخبار في أيام العيد في مواعيدها إن شاء الله. وبعد كده هنتكلم عن مكتبة الشروق، وعندنا مختارات من صالون الفكاهة من خلال هذه المكتبة، وبرضه هي مساحة جميلة لأنه اليوم بدأ بضبيحة وشية، وبعد ذاك فترة التواصل الناس بيجي على آخر اليوم كده الواحد داير يسترخي وداير يسمع حاجات ممكن تكون بالنسبة له هي يعني فيها نوع من الفكاهة. والله طبعا مكتبة الشروق يعني ظاهرة بالمشاهد الدرامية والفكاهية، يعني عندها سلسلة كبيرة جدا من حكايات، عندها لقاءات كثيرة جدا مع الفرق تحت الكوميديا والناس اللي بيقدموا نكات، فبالتأكيد حتكون يعني فقرة شيقة، والناس محتاجة زي ما قلت انها تضحك وتروح شوية، خاصة انه ضغوط الحياة وضغوط العمل يعني في الفترة السابقة كانت مثقلة على المواطنين. نعم. وبعد ذاك يعني عندنا فترة مهمة جدا مع يعني الأستاذ هيعد علينا عبد الحليم عبد الله، وحيقدمها لنا محمد النور الساري. هي دي انا بفتكر انها يعني الساعة 4 دي يعني من الفترات المحببة للكثيرين، ويعني برنامج أحباب الصفا حيكون حاضر عند الساعة 4. حنتابع لقطات من أحباب الصفا ونرجع نتواصل عبر أهلا بالعيد. كونوا معنا. دعنا نتكلم اليوم بأريحية شوية مع مشاهدينا الكرام، ونحن فرحانين كلنا ما شاء الله اليوم
يعني هو أول أيام عيد الأضحى المبارك والناس فرحانين ومعه مبسوطين جدا. نتكلم عن العيد، كلمة العيد نفسها والعيد عند الأمم ومعنى العيد وحاجة الناس للعيد. حقيقة لأنه الحياة قاسية ومسيرتها دائما صعبة، والإنسان في كبد وفي نكد وفي تعب، فبيحتاج لمحطات يستريح فيها. يا سلام. هذه المحطات بيقوم بينتج فيها فرح، ينتج فرح عشان يخلق له شيء من السعادة ويكون دافع له للاستمرار لقدام في الحياة، يديه طاقة يعني. فكأنما أيوه كأنما كل عيد، هي كل عيد بيمثل مرحلة ووقفة الإنسان يتزود فيها لمرحلة لمرحلة تانية، يجي يكون بيروح جديدة. وهذا الأمر في عموم بني الإنسان، يعني ال- 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 العيد والحاجة للعيد في وجدان الناس قديمة. نحن ما بنتكلم الآن عن أعياد الإسلام، نحن هنفرد جزء لأعياد الإسلام، لكن عموما الناس تحتاج للعيد، إما لتذكر فرح، يعني ده يجعل منه مناسبة فرح يتذكروه، يجعل من هذا اليوم يوم لبعث ذلك الفرح القديم والفرح الموؤود، عشان يكون حاضر يستلهم منه. مساء الخير مرة ثانية عليكم متابعينا، وكل عام وأنتم بخير. متواصلين معكم أنا والزميل والصحفي محمد عبد الماجد، كل سنة طيب مرة ثانية. وأحباب الصفا، يعني دي واحدة من الفترات المهمة جدا عبر يعني أيام العيد. والله طبعا الطرق الدينية عندها طقوس الخاصة للاحتفال بالعيد، وبيحتفلوا به يعني بعظموه تعظيم شديد. وفعلا طبعا عيد الأضحى المبارك مناسبة عظيمة، مناسبة إسلامية عظيمة، نحن محتاجين زي ما قال الشيخ انه نروح شويه ونضحك شويه ونفك شويه من عبث الحياه عن الجامد ده. نعم ممتاز. حنمشي مباشره بعد احباب الصفا، عندنا فتره مفتوحه من الساعه 5 لحد الساعه 7، وهي حتكون طبعا يوميا، اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. والجميل في الفتره دي يعني اسمها مميز يعني، ويتوائم على العهد الجديد اسمها حنبنيه، ويعني حتكون فيها يعني حاجات مختلفة يعني حيقضوها يعني التيم عبر هذه الفترة. أما رابع يوم عندنا يوم سمر، حيكون عن البوادي هناك، ويحلو السمر بالتأكيد في البوادي، خصوصا بادية القضارف، يعني الأجواء الخريفية، الجمال الطبيعي في تلك المناطق. وحيكون عبر المراسل محمد الفاتح بالتأكيد، هي يعني مساحة مختلفة من خلال العيد. دي فترة مهمة جدا وحنبنيهم بالتأكيد. والله يا أخي أول حاجة طبعا نترحم على شهداء الثورة، من بداية من محمد عيسى معكور اللي استشهد في 20/12/2018 لحد ياسر سعيد اللي استشهد في دونغل 4/8، ونترحم عليهم. وبالتأكيد يعني الفترة الجاية فترة بناء، يعني احنا ممكن 30 سنة كان في إشكاليات كبيرة جدا، وحتى في فترة الأربع شهور الماضية كان برضو في صراع ومفاوضات، وكانت البلد ما مستقرة استقرار تام. الآن نحن محتاجين إنه نترجم مشاعرنا ونترجم حبنا للوطن من خلال بناء، لأننا محتاجين نبني في التعليم، في الصحة، حتى في المجال الإعلامي. فدي بالتأكيد فترة عندها ارتباط بالأحداث، والناس ذاتها بحتكون متفاعلة معها، لأنها كلها مندفعة لإنها تبني وتمشي لقدام إن شاء الله. إن شاء الله حنبني وطن شامخ ديمقراطي، ويعني يشمل كل السودانيين بالحب والاستقرار. عندنا برضو يعني من 7 لـ 8 قريبا منهم، دي يعني واحدة من يعني الفترات المهمة جدا، وحتشمل نجوم المجتمع السوداني ورموز المجتمع السوداني وشخصيات مختلفة. يعني عندنا عباس مد، عوض شيخ سبير، مجاهد عمر، والفنانة مفاز. ويعني تحية لهم عبر هذا العيد، وكل سنة وهم طيبين. ويمكن دي واحدة من الاختيارات المهمة، كونه إحنا نجمع نجوم ورموز للمجتمع السوداني في موضوعات مختلفة. الأهم من كده إحنا حنتابع لقطات من قريبا منهم وحنرجع نتواصل معاكم. خليكم تابع. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في قريبا منهم. اليوم الأول فوق
مفاز عملت حاجة جميلة جدا. ما درست خالص أيوة موسيقى، أنا زول خريجة دراما تمثيل وإخراج. قريبة منهم اليوم مع شخصية محبوبة جدا لدى المشاهدين. دراما واحدة من الفنون اللي كانت مظلومة جدا في السودان. صحيح. يعني طوال بتعمل فنون شنو التمثيل ده شغال بس. واللايفات اللي كانت بتطلع وقتها. أنا لما أعمل فيديو كان صحباني بيدسوني يعني. دي حاجات لو ما الشعب التعب ده ونحن زادوا ما كنا حنصل لها. أقسم بالله يا أخوانا. الحالها حكاية دي جد. المستر هذا صنع الزول بترجم تبقى بط قلت له متحم الكلام ده الخواجات. وشكرا جزيلا وكل سنه وانتم طيبين ونحلم بعالم سعيد وعالم مجيد. كلم الناس ما تجيني تخشى زهرات الزمان. ارجوك رسلي لي فراشه من زهور تشيل امان. ارجوك تدوم الضحكة عبر الزميلة إيمان بركية. أنا بحييك بقول لك كل سنة وأنت طيبة وغريبة منهم قالب مختلف يعني. والله واضح من التفاعل المذيع إنه برنامج شيق واختيار النجوم ذاتها واختلافاتهم في الغناء وفي الدراما بالتأكيد بدي يعني تشكيلة جميلة للبرنامج وللمشاهدين. طيب احنا يعني حنمشي لحاجة مهمة جدا وفترة مهمة جدا هي واحدة من فترة الأمسيات عبر العيد السعيد من 9 ل 10 تحديدا ومن اول يوم وحتى ثالث يوم حيكون معانا الصحفي والاستاذ محمد عبد الماجد وعنده برنامج مهم جدا وشيق جدا وبيحمل كذلك عنوان بيعبر عننا ويعني حتى هو مختار له اسم اول اسم المختار له الحاله دي يعني تحديدا البرنامج ده بيبرز حاجات مهمه جدا في شخصيات في المجتمع السوداني وكعادة الشروق دائما هي عندها شراكات وتواصل مع كل المبدعين في المجالات المختلفة سواء كانت الإبداعية والفنية والقوالب كذلك المختلفة من خلال برمجة العيد والبرامج المختلفة. وفي هذه المرة الشراكة حتكون مع الأستاذ محمد عبد الماجد في الحالة دي. في البداية نتكلم عن فكرة البرنامج. والله طبعا يا منى معاي شاركني فيه الزميل الصحفي محمد طيب الأمين ونحن فعلا اول حاجه نقول وجدنا كل تعاون وكل مساهمه وكل مشاركه من قناه الشروق سواء كان في المخرجين حمزه وخالد سعد وحتى المعدين انس حتى قباوي عشاء يعني الجو اسر يعني في الشروق ومشجع لانه الناس تقدم عمل وتحاول يعني زي ما قلتي الحاله دي تعكس حاجات حقتنا نحن يعني. الحالة دي يعني هي جات من حالات فعلا في المجتمع السوداني؟ في حالات نحن دائما مسكوت عنها يعني او بنناقشها في الاعلام او حتى في الصحف بشكل خجول كده مثلا، لكن القلق والجنون والشواكيش اللي بتحصل في العلاقات العاطفية او كده ما قعدنا نناقشها بصورة جادة او بصورة تتماثل مع وجودها في المجتمع يعني. نعم. طيب انا من خلال شواكيش وكذا اتشوقت اعرف الضيوف منو اللي حيكونوا في الفتره دي وليه تم الاختيار لهؤلاء الضيوف؟ والله كل ضيوف اخترناهم حسب الحاله اللي بنناقشها يعني الحاله بتاعت الشواكيش او البكاء العاطفي اللي اخترنا لها عندها شريحه معي ايوه عندها شريحه يتميزوا طبعا في الجانب ده الشعراء الشوايقه عندنا معانا محمد سفلة معانا الفاتح يعني إبراهيم يعني الشواقي كلهم ماخذين شواكيش كثيرين بكون العاطفي بيعكس جانب كبير من الشعر إضافة للشاعرة نضال الحال طبعا برضو عندهم شعر ثوري وعندهم مواقف وإحساس بالآخرين في الشهداء وكذا ومن ضيوفنا برضو يعني حلقة عن الفاقدين البصر ودي برضو مكفوفين. أيوة المكفوفين يعني دائما نحن بنجيبهم وما بنناقش مشاكلهم او قضاياهم يعني نحن حاورنا مثلا عوض حمودي بشكل مختلف عن علاقته مع اطفاله وكيف كانت علاقته مع امه وطفل وهو ما بشوف اضافه الى دكاتره عنده نبوغ كبير جدا رغم دائما مبدعين يعني مبدعين وذكاء يفوق حتى حد المبصرين يعني معنا الدكتور حسن صلاح الدين حسن معنا الدكتور احمد النوراني من جامعه الخرطوم برضه حكوا عن تجاربهم ما تجاربهم في فقدان نعمة البصر بس بل تجاربهم في نجاحاتهم وفي نبوغهم وفي الحاجات اللي حققوها في حياتهم.
طيب برضو يعني في علاقات جميلة جدا وعلاقات مثمرة جدا مع الصحفيين ومع يعني بالتلفزيون تحديدا، وبنرى انه في هنالك نماذج هي ناجحة جدا جدا مع الشركات في التلفزيون، نتكلم عن النماذج دي ونقدمها عبر هذه الفترة. والله بالتاكيد يعني في نماذج هي اصلا الحوج بتاع الصحافه والحوج بتاع التلفزيون، افتكر انه ما بعد خاصه في ظل الانفتاح، يعني لو نظرنا للفضائيات الخارجيه بنجي انه الجانب الصحفي الصحافه الورقيه يعني متواجده كثير جدا في الفضائيات، وقناه الشروق برضو يعني عندها اسهامات كبيره جدا، يعني حتى قبال سنوات ناس عادل الباز، ناس محمد خير، ديل كلهم قدموا برامج وغيرهم يعني من خلال قناة الشروق، حتى الزميلة لينا يعقوب كانت عندها بعض المساهمات بعض البرامج في القناة، والعلاقة كما يبدو انها علاقة جيدة، رغم انه ده ما يعني برضو في انتقادات وفي ملاحظات من الصحافة، طبيعي يكون في انتقادات وفي ملاحظات يعني. لكن المهم جدا تكون هنالك يعني نماذج ونماذج ذات تكون هي ناجحه، يكون في تعاون وشراكات ما بين الاثنين. برضه خلينا نتكلم عن الحاله دي مره ثانيه نرجع لها، وليه يعني احنا ركزنا على انه حتى الاسم يكون الحاله دي، الهدف شنو من الاختيار؟ والله الحاله دي لان حديده وبعدين هي مفرده بتاعت يعني مفرده وارده لينا من مواقع التواصل الاجتماعي، يعني احنا دائما بقينا نعبر بحالتنا، مثلا حالتك في الواتساب حالتك في الفيس ودي طغت حتى على اللغه الاخرى يعني في الشارع. فلما تقول الحاله دي بتكون تلقائيا اختصرت طريق بينك وبين انه في حاجه بتربطك بينه يعني. فمن هنا جاء اختيار الحاله دي، اضافه الى ان احنا نناقش حاله معينه ونبرزها ونتكلم معاه من اطراف هي معنيه اكثر الحالات اللي استوقفتك حقيقه في التسجيلات، وانت ممكن تقول على الحاله نمبر 1 أو الحالة الأولى. والله استوقفني يعني النجاحات والنبوغ الحق أقول الفقد وبصرهم المكفوفين، يعني أنا تفاجأت بأنه عوض حمود ممكن يسوق عجلة يعني رغم أنه كفيف البصر، عوض حمود ممكن يوصف لك فنان وحساس ممكن يوصف لك بيته من هنا لحد الشعبية بحري بكل تفاصيل اللي بتلاقيك في الشارع. لو احنا بنحييه وعبر أهلا بالعيد وبنقول له دائما منور برضه يا منى، حورنا يعني المجانين يعني او في يعني احنا دائما المبدع بنطلق عليه، والله الزول ده مبدع لما مجنون، او يعني وصفه المجنون دي اللي عندنا للمبدع، عندنا مبدعين في المجال الصحفي ولكن لانه مجنون يعني ايوه، او في المجال الفني ناقشناه عن جنون، وهل تبريم الشعر وهل انه تلبس جينزي يعني مبرقع وتصرفاتك تكون غريبة أو مشاترة للمجتمع، هل دي دلالة إبداع ولا تصرفات طبيعية يعني؟ نعم ممتاز. إحنا يبقى حننتقل مباشرة ونتابع لقطات من الحالة دي وحنرجع نتواصل معاكم عبر أهلا بالعيد، ابقوا معنا. إحنا ضيوف على القناة ودخلنا على القناة بضيوفنا من خلال برنامج الحالة دي، وأنا سعيد جدا مش عشان أنا في الحالة دي، أنا في الحالة دي يا وطني نلتقيك اليوم. لا الشوف ده ما هو أنت اتولدت وأنت بتشوف. لا 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 أنا طعم بشوف شوية يعني بقرب كده بشوف وطشاشني بلدي لأي قد تنادينا. اي نعم انت عميان، لكن عميان بتقدر تشيل وتخد. شخصيا عوضت لو ربنا عرض لك فتحت دار تشوف يا تو فنان. والله يا اخي تبقى قصتك كبيره لانه انا ما ادري افتح ساعتي. احترامي اليك من صميم قلبي غير ما اشعر. اهلا بكم في اهلا بالعيد، احنا مستمرين معاكم ويعني استعراض جميل ورائع عبر برمجه قناه الشروق في ايام العيد الخمسه بالتحديد، ويمكن برامج مختلفه قوالب مختلفه وفترات كذلك متباينه عبر العيد السعيد. واحنا شفنا اللقطات طبعا ما شاء الله تبارك الله بتوفيق، لكن حابين نتكلم عن الاعلام طالما احنا كده في جلسه نتكلم عن اهلا بالعيد ونستغل الوضع يعني، فخلينا نتكلم عن اعلام بكره.
احنا الان يعني بقينا في يعني حتى المستقبل ده هو بقى زول اعلامي لانه بيقدر يوثق لك للحدث، بمعنى انك انت ممكن تكون في مكان تنقل لي بتلفونك او بجهاز معين، ممكن تربط لي حاجات مهمه جدا، ممكن تكون في الشارع السوداني، ممكن تكون صور جميله معبره، ممكن تكون حاجات مختلفه وكمان تكتب على كتابه. فده اعلام بكره بالتاكيد. نتكلم اكثر عن اعلام بكره وشنو ناقص. والله هو بالطبع يعني انا افتكر انه زمان كان مثلا اللي بيتميز في الطب او اللي بيتميز في الهندسه او بيتميز في المحاماه بيكون عنده علاقه بالقانون، يعني بيستضيفوه في برامج او بيقدم برامج عندها علاقه بالمهنه الشغال فيها صح وبصوره اعلاميه. وكان لابد انه اي زول يكون عنده اللباقه الاعلاميه، حتى لو كنت وزير ولو كنت مسؤول ولو كنت يعني قائد لك منطقه، انت محتاج انه في كل حاجه يكون عندك القدره على مخاطبه الاخرين، على توصيل فكرتك وكده. الان الحكايه بقت الاعلام دي بقت لكل عامه الناس، يعني اي زول لابد يكون عنده القدره على الاستيعاب وعلى الالتقاط. ولو لاحظنا يا منى انه الكثير من الاحداث اللي بتكون اللي بتحصل احداث فجائيه من غير ترتيب، يعني ما في قناه رتبت لها، ما في صحافه رتبت لها، بتكون منقوله عبر وسائط بتاعت ناس ما محترفين اعلام، سواء كان بموبايلاتهم او تسجيلات مباشره او حتى صور او كده. فدي بتدي اهميه الاعلام البديل او اعلام بكره المتجه له من قبال فتره، ودي برضه خلت الاعلاميين المحترفين انه يعني الحكايه تضايق عليهم، انه بقت في مقارنات كثيره حتى على مستوى البوستات، بقى في وعي يعني كده، في وعي وفي ادراك المتلقي. وزمان برضو يا منى انه زمان حتى على مستوى مثلا النقد الفني او النقد السياسي كان هو زول مختص هو اللي بيكتب عن كده. الان ممكن اي مشاهد او متابع يعلق على صفحته، ممكن يكتب، ممكن يقول رايه. فالحكايه بقت كل الحواجز وكل السدود اللي كانت زمان محدده للاعلام المحترف الان اتلاشت، وبقى كل الناس اعلاميين. نعم، احنا يعني قبل كم يومين ثلاثه كده مع زملاء في جلسه كده بتاعت صفا كنا نتكلم عن مستقبل الاعلام وعن تحديدا الصحافه الورقيه ومستقبل الصحافه الورقيه مع ظل التطور الكبير الموجود عبر التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تحديدا. فخلينا نجيب برضو عن مستقبل الاعلام التقليدي، الصحافه، التلفزيون والاذاعه، ويعني تكون في ثوب جديد ومعاصر. والله طبعا يعني ما معناتها ظهرت الاشكال دي بتاعت الاعلام معناتها الحاجات الراسخة دي التلفزيون والصحافة والإذاعات هتختفي، بل ممكن تستفيد من العوامل دي وتحقق تطور أكثر. ليه؟ لأنه الفضائيات والإذاعات والصحف بتمارس الإعلام بصورة احترافية وبصورة مهنية، ودي صحيح. غير متوفرة للوسائل الأخرى. أيوة. فحتى لو بقى في حدث يعني منقول عن طريق مثلا وسائط أخرى، إذا ما وصل للإعلام التلفزيون وصل للإذاعة وصل للصحافة، الناس ذاتها ما بتتقبله وما بتصدقه. نعم. فدي بتخلي أهمية الإذاعة والتلفزيون والصحافة الورقية باغية وصامدة يعني. نعم، يعني جميل جدا إن احنا نهتم بإعلامنا ونطور إعلامنا ونكون بمبر للعالم، يعني دائما نرتكز في حاجاتنا والعالم ذاته يشوفنا بصورة أوضح من خلال الإعلام، لأنه الإعلام هو الوسيلة الوحيدة اللي بتوصل صوت الإنسان يعني. والله شوف في أي مجال، يعني احنا مثلا في السنوات الفاتحة حتى أي مبدع بيتناقش بيقول لك احنا عندنا مشكلة إعلام، ونحن عندنا مواهب، عندنا نوابغ ما وصلت للخارج لأنه إعلامنا ضعيف. الآن يفتكر إنه بما نملك من مواهب، بما نملك من موارد، بما نملك من ثقافات مختلفة، وبما نملك من أحداث يعني بتشد العالم كله، لابد إنه يكون عندنا إعلام كثيف وقادر إنه يوصل رسالتنا للعالم الخارجي. إن شاء الله. محمد، حنمشي مباشرة إلى خامس أيام العيد، وعندنا خامس يوم من 9 ل 10 عمل نادر جدا بيجمع بين البروف حسن حاج علي والكاتب فرانسيس دينغ في سهرة مهمة جدا وتحمل عنوان مع الشمس. حنتابع ملامح من مع الشمس ونرجع لكم، خليكم معنا. شغفه بالبحث عن الهوية جعله يحلو بما يكتب. بطرس غالي مرة سأل زوجتي فرانسيس بيلقى الوقت عشان يكتب الكتب الكثيرة وين؟ فقالت بيحلم الكتب. حلم كثيرا بالتاريخ وحكاية أهله من قبيلة الدنكا وأقانيهم. المسيحي يتزوج
مرة واحدة. الوالد ما شاء الله كان عنده عائلة كبيرة جدا، تزوج أكثر من 200 مرة. لما كان بيقولوا بيوتي السكين ديب، عمق الجمال هو بس في يعني في الشكل الظاهري، كلنا نفس العظام، كلنا نفس الطحاء ونفس الكبد والقلب، وجوه كلنا واحد. عندي تعاطف للتيار الإسلامي والعربي في السودان، يعني محاولة لإنعكاس الواقع السوداني. فرانسيس دينغ ابن السلاطين وابن زعيم قبيلة الدينكا، الباحث عن وحدة بلاده في كل مكان. الوالد قال لنا لو افترضنا كلام المسيحيين صحيح، وإن أنتوا كمسيحيين حتخشوا الجنة، هل حتكونوا مرتاحين في الجنة والأهل كله في النار؟ سهرة مع الشمس، يعني زي ما تحدثت هي لقاء نادر جدا بيجمع بين الشخصيتين مهمتين في هذا العيد. نعلق على سريعا كده احنا في الخواتيم. والله يا اخي طبعا دي فعلا هي سهرة مع الشمس، يبدو واضح على ان التقاء قمتين وثقافتين مختلفتين، بالتاكيد الدهشة بتكون حاضرة وحتكون جميلة ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى يعني كل الناس اللي تابعونا يكونوا استمتعوا بهذه يعني الفترات المهمه جدا من خلال العيد السعيد. وحنختم كده دائما بما انه احنا اعلاميين عن العهد الجديد، عن التمنيات وعن الاشواق في هذا العيد السعيد وعن التغيير، وبرضه الخريف حنديه مساحه كده سريعا لانه طبعا عندنا مطرتين كده جو وعملوا عمايل. والله طبعا احنا الخريف ده واجهنا في مشكلتنا بتاعه تسجيل البرنامج، يعني احتزار الضيوف او تاخر او كده، فحسينا بالمعاناه اللي بدعانوها، يعني والله يكون في عونكم. مناشده ممكن نعمل مناشده للمسؤولين، يعني رغم انه يعني برضه بنحيي ضيوفكم انه وصلوا في اوقات صعبه، وفي حتى على يعني اجواء الثوره برضه عطلت الكثير من الاشياء وظروف العيد، ونحن دائما الوقفه عندنا يا منى هي مسحومه بكثير من الحاجات، حتى على مستوى البيوت بتلقون بيغيروا بيعملوا الستائر بيصلحوا الحاجات، كل الحاجات عندنا في يوم واحد. ففي ظل هذه الزحمة وفي ظل هذا التدافع وفي ظل الثورة وفي ظل كل الحاجات دي، صعب جدا انه تنتج يعني برامج وتقدم يعني طموحات المشاهدين، لكن مع ذلك انا يعني من خلال ما عرضته نتمنى انه يعكس الحاصل للسودان، نتمنى انه السودان يستقر، ونتمنى انه الروح اللي كانت موجوده في 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 ميادين الاعتصام وحتى في الاحتجاجات تنعكس على عمل وتنعكس على عطاء وتنعكس برضو على اعلامنا الموكول له انه ينقل الصوره دي للعالم. صحيح، شكرا لك، وبالتاكيد تحايا خاصه لكل الناس اللي بتتابعنا وبترافقنا، ومع تمنيات التوفيق لكل التيم العامل الموجود معانا، يعني الجنود الخفيين او المجهولين عبر الفترات المختلفه والان ايضا عبر اهلا بالعيد. شكر خاص لامير الماحي وعبد الله واحمد وطنبل وامجد وكل التيم العامل على هذه الفتره. كل سنه وانتم طيبين، والعيد يعود عليكم بالخير وبالزياده وبالامن وبالاستقرار، ونشهد فتره فيها تغيير حقيقي وعهد جديد لكل السودانيين في الفتره المقبله، وتشكيل كذلك حكومه انتقاليه مهمه. وزي ما قال لكم محمد عبد الماجد، احنا بنعمل في ظروف صعبه جدا فيها تحديات كبيره جدا من خلال ايام العيد، نتمنى فقط ان هي تنال رضاكم. كل سنه وانتم طيبين متابعي ومشاهدي قناه الشروق الفضائيه. شكرا لك مره ثانيه استاذ الصحفي محمد عبد الماجد على هذه المؤانسه والمشاركه عبر اهلا بالعيد. تحياتي لكم متابعين دوما عبر برامج مختلفه، انتظروني انا تحديدا في فتره التواصل من الساعه 1 للساعه 2 ثالث وخامس ايام العيد. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين، في امان الله.